مشاهدينا متابعينا الاعزاء، مستمرين معكم في تغطيه احداث نهائي بطوله المدي. معنا في هذه اللحظات احد اعضاء الفريق المتوج بالبطوله الكابتن علي مجدلي. اولا نبارك لكم تحقيق الرسوخ للبطوله. حبيبي الله يبارك في ايامك، والحمد لله بطوله كبيره ومجهود، يعني الله يعطيهم الصحه والعافيه، الرسوخ من صغير لكبير ما قصروا والله اكرمنا الحمد لله. ايش اللي فرق معاكم في بطوله المدي؟ والله اللي فرق معانا انه الروح رجعت الحمد لله، وفي صغار يعني في الفريق عندنا الحمد لله، يعني لازم تبني فريق يعني الحمد لله، ولكل مجتهد نصيب. واشكر اي شخص كان في من اداره من لاعبين اعطانا مجهود الله يعطيهم العافيه. شاهدنا فريق الرسوخ يقدم مستوى مميز و يعني يظهر بشكل متواصل في المنصات رغم تغير العناصر. والله شوف الرسوخ ما شاء الله ثابت يعني الحمد لله، ممكن الناس قالوا يعني راح فلان وراح علان، الحمد لله ترى عندنا جيل صغار فيهم الخير والبركة، وممكن يعني ما شاء الله توفر لهم كل شيء، في قلوب نظيفة يعني الحمد لله. بالنسبة لبطولة المدي، كلمة توجهها للجنة المنظمة والقائمين على البطولة. والله صعب إن أقول لك أوصفهم، ما شاء الله تبارك الله 22 تقول يعني ما شاء الله تبارك الله يعطيهم الصحة والعافية، وإن شاء الله 23 تكون من نصيب الرسوخ وأفضل من البطولة هذه إن شاء الله. أنتوا كلاعبين لمن تهدون اللقب اليوم؟ والله أنا أعطيها هدية للوالد والوالدة اللي البركة يعني بعد الله، وزوجتي وولدي وأبو نادر وأبو زينة وأبو محمد وسليمان نور وحبيب القلب سوداء. ونقطة أعيد وأكرر يعني الحمد لله أنا فزت على فريق كبير زي التعاون، ترى إنجاز كبير ما شاء الله تبارك، والحمد لله إنه في المنصات رسوخ تعاون تعاون رسوخ، في فرق كثير يعني مدي، في أمير الحرمين، في ما شاء الله، وإن شاء الله 23 تكون من نصيب الرسوخ بإذن الله. الله يعطيكم العافية، سامحونا إذا جاء مننا أي قصور من صغير لكبير في الرسوخ، يعطيكم العافية.